السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 mars 2012. Et nous allons présenter, Inch'Allah, ce soir, un cours de conjugaison. Alors aujourd'hui, nous allons voir les verbes du deuxième groupe. يعني سنرى هذا المساء أفعال المجموعة الثانية. Bonsoir. أفعال المجموعة الثانية هي الأفعال التي تنتهي ب ER à la fin. يعني في الدرس الماضي يعني في درس الكونجوغيزون يعني التصريف الذي رأينا من قبل رأينا أفعال المجموعة الأولى les verbes du premier groupe وهذه الأفعال هي التي تنتهي ب بER على الفاء يعني بER في نهاية الفعل. يعني أبدأ بهذه الأفعال التي تنتهي بER وهي أفعال المجموعة الثانية. Voilà donc les verbes du deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe, يعني هي كل الأفعال التي تنتهي بER. ولكن attention, الأفعال هناك أفعال أخرى تنتهي بER وليست أفعال تنتمي للمجموعة الثانية. سنراها بعد قليل. لو من بين الأفعال المجموعة الثانية عندنا فعل finir الذي يعني انتهى choisir اختار applaudir صفق grandir كبر blanchir blanchir يعني rendre blanc يعني يبيض voilà يبيض noircir هي يسود يعني يجعل شيء أسود pâlir هي شحبة أو شحبة jaunir صفر روجير احمر فردير اخضر غروسير يعني غلظ مغرير ضعف غرير برأ يعني شفية نغير أكل أو غدا أبروفوندير يعني عمق صلير وسخ غارنير يعني ملأ أو
ملأ للديكور، يعني من أجل ديكوراسيون، من أجل تزيين. هذه مجموعة من الأفعال. للمجموعة الثانية alors الآن سنرى la conjugaison au présent de l'indicatif، يعني كيف أصرف هذه الأفعال في le présent de l'indicatif، يعني المضارع، في صيغة المضارع. alors كل هذه الأفعال كما نرى تنتهي بالنهايات التي عندي هنا، c'est-à-dire les terminaisons. alors je à la première personne في المتكلم، أي فعل من هذه الأفعال ينتهي ب -es à la fin. وفي الضمير tu يعني المخاطب عندنا كذلك -es à la fin. في ضمير الغائب il أو elle للمؤنث ينتهي الفعل ب -et à la fin. في ضمير المتكلم الجمع nous نحن، نهاية هذه الأفعال دائما تكون i دوز s o n s، يعني ils sont. في ضمير المخاطب الجمع يعني vous أنتم، النهاية تكون ic، يعني i دوز s o z. وفي ضمير الغائب الجمع هم وهن il و elle، النهاية تكون دائما is i دوز s e n t. هذا هو نهاية هذه الأفعال في في لو بريزون دو لانديكاتيف. alors أعطيت هنا بعض الجمل التي هي تصرف الأفعال، وفي نفس الوقت استعمال هذه الأفعال في جمل. alors مثلا بالنسبة لجو قلت je finis mes devoirs، je finis mes devoirs، يعني أكمل تماريني أو واجباتي. أكمل واجباتي. alors finis avec is à la fin. tu choisis tes amis، tu choisis tes amis، c'est-à-dire أنت تختار تختار avec is à la fin، choisis is tes amis أصدقائك، أنت تختار أصدقائك. في il يعني في ضمير الغائب nous avons il applaudit fort après le spectacle، il applaudit fort après le spectacle، يعني هو يصفق، والفعل ينتهي ب -et à la fin، fort يعني قويا، après le spectacle، le spectacle يعني بعد الفرجة أو بعد السهرة. elle هي grandit تكبر، تنمو vite، تكبر بسرعة. alors grandit avec -et à la fin. nous blanchissons les murs de notre classe، nous blanchissons les murs de notre classe، بمعنى نحن نبيض جدران قسمنا أو فصلنا، نحن نبيض جدران فصلنا. vous noircissez les feuilles، vous noircissez les feuilles، ونهاية الفعل is دوز اس او زد، les feuilles يعني أنتم تسودون الأوراق، أنتم تسودون الأوراق. ils pâlissent de colère، ils هم pâlissent يشحبون، donc is i دوز اس او ان تي de colère من الغضب، de من الغضب. ونحن في الدرس ليوم الأحد الماضي رأينا لي بريبوزيسيون، رأينا لي بريبوزيسيون، وانتبهوا استعمال هذه البريبوزيسيون الآن في
هذه الجمل. Alors, ils pâlissent de colère. Elles rougissent de honte. Elles rougissent de honte. بمعنى هن يحمرن من الخجل. هن يحمرن من الخجل. Voilà. Donc, هذا هو كيف نصرف هذه الأفعال. بسمتي كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. De honte. Ah, de honte, c'est un complément de manière? Non. Non, ce n'est pas un complément de manière. Ils rougissent de quoi? Ils rougissent de honte. Ils pâlissent de quoi? Ils pâlissent de colère. Donc, puisque j'ai la question avec de quoi, hein, madame Atrah Soualbi, de quoi? Faya, laissez complément circonstanciel de manière, mais complément d'objet indirect. Avec la préposition de. Bien. Alors, elles rougissent de honte. هذه هي الجمل التي صرفنا فيها هذه الأفعال. Alors, بالنسبة le deuxième groupe, donc ليس هناك أي مشكلة. دائما نجد نفس النهايات لهذه الأفعال. ولكن المشكلة التي عندنا هي أن هناك أفعال أخرى في اللغة الفرنسية تنتهي ب ER ولكن لا تنتمي للمجموعة الثانية، يعني لا تنتمي لل deuxième groupe ولكن تنتمي ل troisième groupe. وسنرى هذه الأفعال أو بعضها الآن، يعني سأعطيكم مجموعة ثم مجموعة أخرى. أبدأ بالمجموعة Alors, je vais mettre ici Fal Okhra. Alors, ce sont les verbes. لا هي ليست أفعال شاذة عن المجموعة دي، هي أصلا لا تنتمي لهذه المجموعة، هي أفعال للمجموعة الثالثة ولكن تنتهي ب ER. هذه المجموعة الأولى التي هنا لي فيرب دي دوزيام جروب، هي هذه التي عندنا هنا. ولكن هناك أفعال أخرى تنتهي ب ER لكنها كي نو سون با دي فيرب دي دوزيام كوب، يعني انها افعال المجموعه الثالثه ولكن تنتهي ب اي ار. الفرق ما بينها وبين المجموعه الثانيه هي لا كونجوغيزون، يعني طريقه التصريف، ان هذه عند هذه النهايات التي راينا الان اي اس اي اس اي تي اي دوز اس او ان اس I deux s e z ou I deux s e n t, alors que l'autre, يعني بالنسبة للأخرى نهايات مختلفة. واخترت بعض الأفعال التي صرفتها لتعرفون كيف تصرف، وهناك أفعال أخرى أعطيت فقط منها la première et personne du singulier et la première personne du pluriel. Alors, ça n'aura pas d'affaire. Alors, les verbes en IR, il y a une affaire, la titre s'entend bi IR. Et qui ne sont pas des verbes du deuxième groupe. La titre, les sept affaires, le majmoua t'anier. Il y a une affaire, le majmoua t'anier. Alors, maintenant, appliquons. Le verbe sortir, le verbe partir, le verbe venir, le verbe tenir et leur dérivé. Leur dérivé, بمعنى أن كل الأفعال التي تكون من sortir, par exemple sortir, ressortir. Sortir, ressortir. يعني sortir هي voilà, مشتقات. Voilà, c'est ça. Alors sortir, يعني خرج. Partir, ذهب,
هذه المحاضرة رقم 14، للمحاضرة رقم 14 بالنسبة لجست 30. إذا قلنا سورتيغ هي خرج، بارتيغ ذهب، فينيغ جاء، باردون، تونيغ هي أخذ، أو بون بور موا هي أخذ، اي لور ديريفي يعني مشتقاتها. بحال مثلا في تونيغ أقول retenir, venir, parvenir, partir, repartir, etc. سنرى هذه المجموعة كلها. Alors, on va commencer par le verbe venir. Le verbe sortir au présent. Alors, le verbe sortir au présent, en fait, la conjugaison de ce verbe dans des phrases. يعني صرفت هذا الفعل في جمل. ومن الأحسن يكون التصريف في جمل، لأن منها نعرف كيف يتصرف الفعل، ومنها نتعلم تركيب الجمل، ونعرف كذلك الاستعمالات المختلفة للفعل، لأن في بعض الأحيان يكون الفعل عنده أكثر من معنى، يعني يكون عنده معنى في جملة ومعنى آخر في جملة أخرى. Alors, je sors de la maison à 6 heures du matin. Je sors de la maison à 6 heures du matin. يعني أنا أخرج من البيت، donc la préposition de, انتبهوا، à la préposition à 6 heures du matin، كذلك préposition du. لهذا أرجوكم أن تنتبهوا للاستعمالات البريبوزيسيون، مادام أن سبق أن رأينا هذا الدرس. Alors je sors. Alors لاحظوا أن الverb لا يتصرف مثل أفعال المجموعة الأولى. ليس هناك إس على فا. إذا je sors avec S de la maison à 6 heures du matin. يعني أخرج من البيت في السادسة صباحا. Tu sors تخرج tes photos pour te rappeler tes souvenirs. Tu sors tes photos pour te rappeler tes souvenirs. يعني تخرج وليس تخرج أنت. أنت تخرج tes photos يعني صورك pour te rappeler tes souvenirs لكي تتذكر ذكرياتك. Pour لكي te rappeler تتذكر tes souvenirs ذكرياتك. Il sort, donc لاحظوا نهاية الverbe sortir, S, S. Il sort avec T à la fin chaque jour du travail à midi. Il sort chaque jour du travail à midi. لاحظوا استعمال chaque الذي رأيناه كذلك الأحد الماضي. Alors, il sort, يخرج كل يوم du travail من العمل à midi في الساعة 12 زوالا. Il sort chaque jour du travail à midi. Elle, hiya, sort, تخرج avec ses amis, مع صديقاتها. Elle sort avec ses amis. Hiya, تخرج مع صديقاتها. ولاحظوا أن نهاية الفعل هي ت. الآن نذهب إلى المتكلم الجمع. Nous sortons ensemble ce soir. Nous sortons ensemble ce soir. يعني نحن نخرج سوية هذا المساء. Nous sortons ensemble ce soir. نخرج معا أو سوية ce soir هذا المساء. Vous sortez, أنتم تخرجون. Vous sortez avec EZ à la fin du lycée à 5 heures. Vous sortez du lycée à 5 heures. تخرجون من الليسي يعني ثانوية في الخامسة. في الخامسة هم يخرجون. لاحظوا
On a à la fin, vous avez T-E-N-T, hein, ils sortent par la porte de la cuisine. Yani yakhrujoun min bab al-matbakh. Elles sortent, hunna yakhrujna, dans le jardin pour prendre du soleil. Elles sortent, yakhrujna, dans le jardin, il a al-hadiqa, pour prendre du soleil, les akhdi shams, les akhdi shams. في الحديقة. Voilà. هذه هي إذن تصريف فعل sortir au présent de l'indicatif. Alors, لكي نعرف مثلا الفعل هل هو فعل المجموعة الثانية ولا المجموعة الثالثة إذا كان ينتهي بـ ER نمشي يعني نذهب دائما لـ la première personne du pluriel يعني لضمير المتكلم الجمع نحن. Alors, إذا كان فعل ديال المجموعة الثانية فهو دائما يكون نهايته إيسون إيسون، لكن الأفعال الأخرى نهايتها تختلف يعني لا نجد هذا النطق إيسون لا نجدها. دونك نجد تون أو نون أو أي حرف يكون في نهاية الفعل. مثلا هنا سوغتيغ عندنا تي، إذا سوغتون باردون باغتيغ باغتون فينيغ فينون. دونك دائما الحرف الأخير هو الذي نضيف إليه أو إن إس في هذه الأفعال التي هي تنتمي للمجموعة الثالثة وتنتهي ب إي آر. Alors, ça a été ce serait le verbe partir, كذلك مثل ما فعلت مع le verbe sortir. يعني voilà. Je vais le prendre. Je vais changer de tableau. Alors, هل لحد هذا الشرح كل شيء واضح قبل ما أغير السبورة؟ داكوغ، أوكي، دونك جو شونج دو تابلو ونرى لو فيرب بارتيغ. Alors le verbe partir. Alors le verbe partir au présent de l'indicatif, neuf séchés. Je pars en voyage. Adhab fi fi safar. Je pars en voyage. Alors l'ahto on a le verbe yentahi bi s. مثل sortir hein? Je sors S tu pars je pars S je pars en voyage أذهب في سفر tu pars chez ton oncle تذهب عند عمك il part en train لاحظوا نهاية الفعل S S T il part en train يذهب في القطار لاحظوا en train الذي رأيناه في الأسبوع الماضي. Elle part sans dire au revoir. تذهب من غير أن تقول مع السلامة. Elle part sans dire au revoir. Donc تذهب من غير ما تقول مع السلامة. Nous partons. Donc لاحظوا nous partons avec nos amis en pique-nique. نذهب مع أصدقائنا في خارجة. إذا بيكنيك خارجة في الطبيعة. Vous partez déjà, vous partez déjà. يعني هنا ديجا أقصد بها باكرا أنك تذهب باكر. Ils partent rapidement. يذهبون بسرعة. Ils partent donc لاحظوا نهاية الفعل. Et elles partent en colère. يذهبن غاضبات. Elles partent en colère. يذهبن غاضبات. Donc هذا بالنسبة le verbe partir. الآن سنرى le verbe venir. Le verbe venir و le verbe tenir. سأجمع الأفعال الاثنين مع بعض.
ونراها هنا. je vais la mettre ici. Then, le verbe venir, يعني أتى, le verbe venir, أتى. ترجمة, d'accord. Okay. Le verbe partir, قلنا, هو فعل ذهب. Je pars en voyage, يعني أذهب في رحلة أو في سفر. Je pars en voyage, أذهب في سفر. Tu pars chez ton oncle, تذهب عند عمك. Chez, يعني عند. Ton oncle, عمك. Il part, يذهب, en train, يعني في